اعمل امتى الروت كانال بقى؟ ما احنا ماشيين في الخطوات اهو، عملت هيستوري كلينيكال اكزامينشن راديوجرافيك ايفالويشن صح، خدنا بايوبسي عرفنا ان اللي موجود ده فلنفرض دنتجرس سيست كويس. طيب اعمل ليه روت كانال تريتمنت في دنتجرس سيست؟ دنتجرس سيست ده معناه مثلا لور 8 ده الاشهر كويس، وهو بيطلع التوس فوليكل بتاعته تقعد ما يبقاش هو بيزق، الربط فورسز بتاعته قليله، فيبتدي يكبر فلويد جواها فتكبر تكبر تكبر، يبقى الكراون بتاع الايد ده موجود جوه الليجن، واللايننج بتاع الفوليكل تحول الى سيست لايننج وهو كبر جدا وابتدى يكبر العظم وبتاع. ايه علاقته بالسنان عشان اعمل روت كانال؟ ما انا هفتح واشيله وخلاص صح؟ لو انا هشيله وهافكت الايبكس بتاع سنه من اللي موجودين، يعني السنه دي ريليتد للليجن اللي هشيله، وانا لما اجي اشيله اما هلف من وراها او من تحتها واكحت، او هضطر اقص الروت بتاعها عشان اعرف انضف وراه، يبقى انا مضطر اعمل لها روت كانال كويس. يبقى هعمل روت كانال تريتمنت للانفولفد توس لو التوس دي انفولفد في الليجن، ولو التوس دي ريليتد للليجن سواء انا هشتغله وهشيله او مضطر اقصها عشان انضف تحتها. هو الابيسكتومي انا بعمله امتى؟ بتوع الاندو بيقول لك انا بعمله عشان اضمن الابيكال سير واعمل ريتروجريد فيلنج كويس. احنا بنعمله امتى؟ بنعمله لما اكون محتاج ابقى انا مضطر اقص الابيكس عشان انضف وراها. ما انا هشيل الليجن ازاي؟ يعني هشيل الديستال او هشيل اللي موجود لينجوال للروت بتاع الميزيا الروت بتاع السكس اشيله ازاي؟ ما انا مش هعرف اكحته من ورا، انا فاتح بكل صح؟ فهعمل ايه؟ هقص الروت عشان اشوف وراه انضف وراه، لان انا المهم بالنسبه لي ايه؟ اشيل، اوعوا تنسوا الجولز، اشيل الانتاير ريجن ما اسيبش ولا سيل صح؟ لكن انا الروت بتاع السنه الحقيقه ما يهمنيش، لان انا ممكن اخلع السنه كلها وبعمل لها بعد كده امبلنت مش القضيه، او اريستور باي شكل من الاشكال. طيب يبقى اي نون فايتال توس واي سنه ريليتد ليجن انا مضطر اشتغل فيها وانا 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 حواليها. يعني اذا انا ممكن تبقى عندي السنه اللي موجوده مثلا امباكتد كاناين، والاقي نفسي عشان اشيل هلعب تحت اللاترال والبريمولر صح؟ طيب انا هعمل اللاترال والبريمولر اندو. طب واقفل الاندو ده امتى؟ كويس، دي اجابه هايله. احنا الجراحين بنقول والله وقت السيرجري كويس، انا هشيل الليجن كله، عملت هعمل ميكانيكال بريباريشن واعمل الوركينج لينث وكل حاجه واجهز حاجات الاندو، او اجيب الاندودونتست وانا في وسط الجراحه كويس، بعد ما اشيل الليجن والدنيا هتبقى خلاص اروح غسل كويس كويس كويس، وبعدين اروح حاطط ايه الجاتا بيركا هو يحطها ويعمل ريتروجريد فريند ومتشكرين كده. بتوع الاندو بقى قالوا ايه اللي انتوا جزارين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فين احترام الايزوليشن والديس انفكشن والاستراليزيشن وكليننس واسبوع؟ مفيش حاجه اسمها، انت لو قلت قدام اي حد بتاع اندو في الدنيا انا هعمل اندو يوم الجراحه ده هيقطع رقبتك كويس؟ تعملها قبلها باسبوع وتستنى اسبوع عشان تدخله العمليات. ليه اسبوع؟ عشان لو حصل فلير اب ما يحصلش في الجراحه وانت بتعمل عمليه، يعني ما لو حصل انفكشن وسبريد بقى انت عامل له بقى ايه ديد سبيس كبير صح، ولو حاطط بون جرافت بقت الكارثه اكبر، هينفكت البون جرافت اللي انت حاططها، فانت تعمل اندو وتقفله كويس. ما انت هتقص وتعمل له ريتروجريد فيلنج في العمليه وخلاص كويس، والريتروجريد فيلنج عشان تضمن الابيكال سيل. يبقى اذا في رايين، الراي الاصح واللي تمشي عليه هو مين؟ ان اعمل اندو واخلصه قبل الجراحه كويس، وبعدين ادخل بعدها باسبوع على الاقل عشان اعمل له جراحه.